الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم جيم ليبيا. جيم ليبيا يعود من جديد بعد ما توقف خلال شهر رمضان المبارك، وكنا معاكم خلال هذه الفترة في تقديم سهرية سبورت، في تغطية يومية لدوريات رمضان التنشيطية، وكذلك تغطية بطولة كأس القارات اللي توج بها منتخب ألمانيا. من ألمانيا لقاعة فندق كورنتيا بطرابلس، حيث عقد صباح اليوم الاتحاد الليبي لكرة القدم أو المكتب التنفيذي لكرة القدم اجتماع مغلق ومهم من أجل إقرار مجموعة من القرارات أهم تأكيد على موعد إقامة الدوري الليبي الممتاز اللي أعلن عليه سابق الاتحاد الليبي، واللي كل يعرفه أنه هو في منتصف شهر أغسطس المقبل. وعقب هذا الاجتماع أو عقب اختتام هذا الاجتماع كانت عدسة 218 لرصد أهم تناولات المكتب التنفيذي خلال هذا الاجتماع، ولكن للأسف كان الاجتماع مغلق، ولكن حصلنا جمال الجعفري في ختام الاجتماع. اللقطات اللي نشوفها مشاهدينا الكرام، هذه لقطة ارشيفية، كانت اجتماع الاتحاد الليبي مع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، واللي كانت خلال الفترة الماضية بعد انتخاب المكتب الجديد اللي برئاسة جمال الجعفري. طبعا الاتحاد الليبي ومجلس ادارته اليوم عقدوا اجتماع في طرابلس في فندق كورنتيا، وتطرقنا للعديد من المواضيع اللي هي فيما يخص المسابقات، انطلاق المسابقات، تجهيز الملاعب الرياضيه، تقارير على الملاعب اللي هي سيتم اعتمادها، فيما يخص التنسيق مع وزاره الداخليه ومديريات الامن العام اللي هي في المناطق، كيفية تأمين هذه المباريات. كذلك تطرقنا إلى مواضيع المنتخب الليبي لكرة القدم وكل ما يخص المنتخب الليبي في الاستحقاقات القادمة. عندنا مباراة مع المنتخب المغربي ودية يوم 23/7، وعندنا مبارتين طبعا منتخب الغيني ذهاب وإياب، واحدة حتكون في غينيا وواحدة حتكون في تونس. كذلك فيما يخص المنتخب هذه في تصفيات كأس العالم، كذلك عندنا مبارتين في الشان اللي هي مباراة مع المنتخب الجزائري في الجزائر، ومباراة الثانية حتكون في تونس، وإن شاء الله ربي يوفقنا في هذه المباريات. لا زال جلال دامجة هو المدرب الوطني المكلف من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم. الاتحاد الليبي لكرة القدم حقيقة تمر بظروف صعبة، خاصة فيما يخص الدعم المالي. نحن استلمنا الاتحاد الليبي لكرة القدم وتم انتخابنا من 24/2/2017، لحد الآن لم نستلم أي معونة ولا أي دعم مالي للاتحاد الليبي لكرة القدم، وهذا ما يضعنا في مشاكل كبيرة في المستقبل، قد نصل إلى عدم التزام بالاستحقاقات اللي هي تخص المنتخب الليبي لكرة القدم. هناك بعض العوامل الثانية فيما يخص المسابقة تعترض سير المسابقة، اللي هو الملاعب اللي هي معتمدة لإقامة المسابقات. جاني خطاب حقيقة من مدير المدينة الرياضية بيقول لنا من الصعوبة بمكان اللعب في المدينة الرياضية لوجود تصدعات في أعمدة الإنارة، وحقيقة يعني هذا طبعا ما يساعدناش ان احنا كيف نستمر في مسابقاتنا. فنطلب من الدولة الليبية، الحكومة والشباب والرياضة وكل من له علاقة بالملاعب ان توقف لهذه الملاعب، لان احنا هذا مشروع وطني إقامة المسابقات. نحن في امس الحاجة لالتقاء الأندية الرياضية والفرق الليبية مع بعضها البعض لإقامة مباريات واحتفالات ومهرجانات، لأن نحن كرياضة نحن نوحد ولا نفرق. نتمنى الدعم الكامل من الجمهور الرياضي، من الشعب الليبي، من الحكومة، لكي تكون لنا دعم خاص بالاتحاد الليبي لكرة القدم للأندية الرياضية في جميع الألعاب، كي يستمر الشباب الليبي في ممارسة الرياضة ويبتعدوا على كل ما له أو يعكر صفو الشعب الليبي. شفنا جمال الجعفري وطموحات كبيرة وأمال كبيرة على عاتق الاتحاد الليبي. وما زلنا في أخبار الكرة الليبية، حيث حدد الاتحاد الدولي زي ما قال جمال جعفري أن موعد مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره
منتخب غينيا كوناكري ضمن منافسات الذهاب الجولة الثالثة تصفيات كأس العالم روسيا 2018. مباراة فرسان المتوسط مع الفيال الوطنية سيحتضنها ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة كوناكري في 31 من أغسطس المقبل، فيما قرر أيضا اتحاد الدولي أن تقام الجولة الرابعة، هي الجولة الأولى أياب بين المنتخبين على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بمدينة مونستير التونسية في 4 سبتمبر القادم. ولقطات اللي نشوفها أمامنا من حصة تدريبية لمنتخبنا الليبي استعداد لمنتخب الجزائر، طبعا من أرشيف قناة 218. كذلك اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم انفي نفيا قاطعا كل الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام والمواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم الاتحاد العام الليبي عرضا للمدرب المصري حسام حسن، وهذا العرض عار تماما عن الصحة، حيث أكد المكتب التنفيذي في ختام اجتماعهم اليوم في فندق كورنتيا اليوم في طرابلس ان الاتحاد الليبي ومكتب التنفيذي منح ثقته في صوره اللي امامنا المدرب المحلي وتجديد ثقته تامه في الجهاز الفني بقياده المدرب جلال الدامجه. وحاولنا اليوم طبعا والطاقم المصاحب ليه جلال مع عبد العاطي القبي وكذلك مع محمد بوسيفي، وان الاتحاد الليبي حاول ان هو يبذل كل جهده لنجاح عمل جلال الدامجه في العمل المستقبل إن شاء الله والاستحقاقات المقبلة، سواء كانت في البطولة كأس العالم تصفيات كأس العالم أو تصفيات الشان والكان كذلك. كنا نشوفه في جلال الدامجة في لقاء حصري سابق لقناة 218. جلال الدامجة إذن جلال الدامجة مازال متواصل في قيادته لمنتخب الليبي ومنتخب فرسان المتوسط في الاستحقاقات المقبلة، سواء كان تصفيات كأس العالم أو تصفيات المؤهلة لكاميرون 2019 أو الشان المقبلة. كل أخبار الاتحاد الليبي لكرة القدم في فقرتنا الأولى يلخصان الآن معنا على الهواء مباشرة الأستاذ فاتح حبلوس رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد الليبي لكرة القدم. رحبوا بك أستاذ فاتح ونشكرك على تعاونك الكبير جدا مع أسرة قناة 218 وقسم رياضة 218. مساء الخير لك أستاذ علي ومساء الخير لكافة مشاهدي برنامج جام ليبيا عبر قناة 218. أنا نحييك ونحيي كافة زملائك لمتابعتك المتواصلة والمباشرة لنشاطات وأخبار الاتحاد الليبي لكرة القدم. يوم طويل سيد فاتح لمكتب تنفيذي اتحاد الليبي لكرة القدم، اجتماع طاري وما كانش فيه تنسيق مسبق لاجتماع بين أعضاء مكتب التنفيذي، وأهم القرارات لخصها لنا جمال الجعفري، لكن خلاصة إعلامية من السيد فاتح حبلوس لاجتماع اليوم. هو طبعا استاذي تعرف ان هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس منذ انتخاب الاتحاد الليبي لكرة القدم. يعني في الاجتماعات الماضية الحقيقة تناول و حاول ان هو يفي بكل المستحقات، حاول ان هو الحقيقه يتعامل مع كل الملفات الموجوده اللي تعترض طريقه، والحقيقه مساله الديون والمقر وبعض المشاكل الاخرى اللي حاول الاتحاد العام رغم قله الامكانيات وندره الامكانيات، ولكن الساده اعضاء المكتب التنفيذي يعني حاولوا خلال الفتره الماضيه ان هم يتجاوزوا ويتغلبوا على كل الصعوبات اللي واجهتهم طبعا من اجل انطلاق المسابقه ومن اجل توفير كافه الامكانيات المتاحه امام جميع منتخباتنا الوطنيه. تعرف الاستاذ ان المهمه ليست سهله، المشوار طويل، الامكانيات الماديه صعبه نوعا ما، وهذه الامكانيات طبعا تواجه اغلب مؤسسات المؤسسات الحكوميه الموجوده في الدوله، ولكن كل هذا طبعا لا يثني اعضاء المكتب التنفيذي وكل الموجودين في كل المؤسسات عن المحاوله وعن تقديم كل ما بامكانهم تقديمه. اليوم طبعا كان اجتماع مهم جدا، اجتماع حقيقه يعني كافه اعضاء المكتب التنفيذي اللي التقيت بهم
او تقابلنا بعد انتهاء الاجتماع. الحقيقه الجميع كانوا ممنونين جدا، كانوا يعني الحقيقه مرتاحين، وعلامات الارتياح كانت واضحه على الجميع. طبعا الاجتماع نظرا لاهميته والملفات الموجوده امام الساده الاعضاء تواصل لاكثر من 5 ساعات متواصله، من 10:30 تقريبا الى تقريبا حوالي الساعه 4:30 او الساعه 4. ملفات متعددة مهمة بدأت بموضوع استعراض البنود الاجتماع السابق وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والمشاكل وبعض الصعوبات التي أدت إلى عدم مثلا إنجاز بعض الاستحقاقات الماضية واللي تم تناولها في الاجتماع الماضي. فتح بلوس سيد فتح. سيد جمال جعفري تطرق في اللقاء اللي جرى مع زميلنا محمد الولال اليوم في هامش اجتماع المكتب التنفيذي، قال من 24 فبراير انتخاب مكتب تنفيذي ما تلقاش اي دعم مالي سواء لانجاح اي عمل نجاح. هل هذا يعيق مستقبل الاتحاد الليبي خاصه في عمليه مكافآت دورات؟ بالتاكيد تعرف استاذ علي بان الامور الماديه هذه مهمه جدا. يعني انت امامك منتخبات، كل منتخبات الوطنيه ومنتخب الوطني الاول يلعب خارج ارضه، انت محتاج الى تنقل، محتاج الى سفر، محتاج الى مكافآت حكام رقم تحكيم افريقيه، محتاجه لمكافآتها، محتاجه الى انت استضافه المنتخبات الافريقيه في تونس وفي مصر. يعني كل هذه المصاريف ضاربه جدا مع فرق العملة، مع خوض كل مباريات المنتخب الوطني كلها خارج أرضنا. بالتأكيد هذه كلها يعني استحقاقات صعبة قليلا، صعبة يعني كثيرة ليس قليلا، وكلها تحتاج إلى دعم مادي كبير. وللأسف يعني الاتحاد العام لم يتلقى أي دعم منذ فترة انتخابه، وعلى أمل أن يحدث انفراج في الفترة القادمة باعتبار أن المنتخب الوطني هذا منتخب جميع الليبيين وانطلاق المسابقة الرياضية على أمل. في خبر أكيد أن أحد الحكومات الليبية ستدعم الاتحاد الليبي. والله شوف أنت خبرك يعني لو حصري ل 218. والله نتمنى ذلك. في وعود أستاذ علي، قول لنا واحد من الوعود مثلا. والله دع خليها اللي وقفها في وعود، لأن الفترة القادمة نسبة. طيب يعني بعد نطمنوا الشارع الليبي فتح، نطمنوا الشارع الليبي. نعم نطمنوا، باش نطمنوا الشارع الليبي. لوين واصله نسبه الدعم للاتحاد الليبي؟ والله شوف استاذ علي، لا يمكن اللي موجود امامنا هي مجرد وعود، نتمنى ان تتحقق استاذ علي. يعني طيب ما نقدرش نقول لك اكثر من ذلك، هي اكثر. هل زياره لجنه التطبيق الملاعب اللي حتى تستقبل الدوري الممتاز، هل حددت الملاعب هذه ام ما زال شويه؟ طبعا هي لجنه تفقد الملاعب اللي تم تشكيلها منذ فتره، قامت بالعديد من الزيارات في عدد من الملاعب الموجوده في مختلف انحاء البلاد، و أبدت بعض الملاحظات الفنية على بعض الاحتياجات التي تحتاجها الملاعب. يعني بلغت المشرفين على هذه الملاعب أن هذه الملاعب تحتاج إلى بعض توفير بعض الإمكانيات، تحتاج إلى بعض توفير الاحتياجات، وفي يعني بعض الملاعب تم توفير هذه الإمكانيات. والآن لجنة تفقد الملاعب اقتربت من نهاية أعمالها وستحيل الملاعب الجاهزه للجنه المسابقات والاتحاد العام لاعتمادها، وايضا بعد الاعتماد الاتحاد العام سيراسل الجهات المهنيه الموجوده في هذه الملاعب لامكانيه استضافه المباريات من عدم مباريات الدوري الممتاز ومباريات الدرجه الاولى. طيب هل تاكد حضرتك ان الدوري الليبي حينطلق يوم 15 اغسطس؟ انت لو سمحت استاذ علي انا حنحاول ان اختصر لك كل ما حدث في اجتماع اليوم، من ضمنهم ايضا التاكيد على انطلاق موعد الدوري الممتاز في موعد المحدد يوم 15/8. طبعا اليوم تم التاكيد على تكليف السيد الامين العام بالالتقاء بالسيد انور الطشاني رئيس الاتحاد العام الليبي السابق لحفر الديون ومراجعتها والتاكيد عليها والتجهيز لعمليه التسليم والاستلام بين الاتحادين. ايضا تم استعراض
النتائج اللي توصلت لها لجنة تنقيح اللوائح ومقاربتها بتقديم تقريرها النهائي لاعتماد الاعتماد ما توصلت إليه. طبعا أيضا تم تحديد يوم 26 يوليو الجاري موعدا لاختبارات حكام المنطقة الشرقية، ويوم 29 موعدا لاختبارات حكام المنطقة الغربية. الخبر أيضا المهم اللي ممكن احنا نذكره في هذا الخصوص هو تكليف النائب الثاني للاتحاد الليبي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي السيد حسين حبيب المرابط رئيسا للجنة تنظيم المسابقات. طبعا ايضا السيد اعضاء المكتب التنفيذي وافقوا على المذكره المقدمه من رئيس لجنه اوضاع اللاعبين والانتقالات بشان تمديد فتره تسجيل اللاعبين الى يوم 10/8 القادم بدل من انتهائها في يوم 29/7. ايضا الاتفاق او الاتفاق على تكليف السيد عبد العظيم الشرع امينا عاما للاتحاد الليبي لكره القدم، ايضا تكليف السيد مجدي شعيب عضو المكتب التنفيذي بدراسه او برئاسه اللجنه المخصصه لدراسه طلبات الانديه الراغبه في الانضمام الى الجمعيه العموميه. الحقيقه العديد انت تعرف سيد فتح، تعرف ان الوقت يسعفنا في خبر مهم جدا وينتظر الشارع الرياضي وخاصه محبي الاهلي طرابلس والهلال، موعد كاس السوبر والمكان. الان الموعد شوف استاذ علي، طبعا الاتحاد العام الليبي لكره القدم تواصل في الفتره الماضيه وعقد عديد الاجتماعات بخصوص مباراه السوبر والتجهيز لها. طبعا تواصل مع الجهات وزاره الداخليه والجهات الامنيه ذات العلاقه، هو بنفهم بان الاتحاد العام يرغب في ان تقام او ان تكون هذه المباراه مع رجاء الكروي أو كرنفال بمناسبة انطلاق الدوري الممتاز أو إدانة بانطلاقه. وأبلغ الجهات المختصة أيضا بأن الاتحاد العام يرغب في أن تكون هذه المباراة بحضور الجمهور، وأي يرغب الاتحاد العام أيضا أن يكون رئيس الاتحاد الأفريقي موجود في هذه المباراة طبعا لمسألة وأهمية مسألة رفع الحظر على الملاعب الليبية. وبانتظار الموعد المبدئي فتح امتى يكون مفروض كي. هو طبعا انت لما تصلك الردود بالموافقه الرسميه فبالتاكيد بيتم تحديد الموعد. طبعا الموعد المبدئي ليسعى الاتحاد العام ان تكون فيه هذه المباراه هو من فتره اسبوع الى نحو 10 ايام قبل انطلاق المسابقه الممتازه، ولكن الان ما زال يعني الامر لم يحسم بعد، ما زال الاتحاد العام في انتظار ان تصل الموافقات الامنيه على ان تكون المباراه بالجمهور وان يكون هناك حضور افريقي مهم. سؤال اخير فتح سمحنا، سؤال اخير فيما يخص تاكيد الاتحاد الليبي بعدم التفاوض مع المدرب المصري حسام حسن وكذلك المنح الثقه للاستمرار في المدرب المحلي جلال الدمجه. هذا اول قرار او اول بند او اول محور تناقش فيه سادة اعضاء المكتب التنفيذي هو موضوع نفي كل الاخبار المتداوله حول المدرب المصري حسام حسن. حتى كان قبل في الفتره الماضيه حسام البدري، طبعا السادة اعضاء المكتب التنفيذي اكدوا تماما ونفوا نفيا قاطعا بعدم وجود اي اتصالات مع المدرب حسام حسن، والتاكيد او تجديد منح الثقه للمدرب الوطني جلال دامجه والجهاز الفني المرافق له لقياده المنتخب في المرحله القادمه، وايضا الاتفاق على يعني السعي لتوفير كافه الامكانيات المتاحه امام الاتحاد العام امام منتخبنا الوطني وكافه منتخباتنا الوطنيه للاستحقاقات القادمه. هذا طبعا هذا اول شيء تم التاكيد عليه في اجتماع اليوم استاذ علي. نشكرك فاتح بلوس رئيس لجنه الاعلام بالاتحاد الليبي لكره القدم، نشكرك ونشكر كل من تعاون معنا اليوم في نقل الصورة من اجتماع المكتب التنفيذي حصرين على قناة 218، ونتمنى التوفيق للاتحاد الليبي والمكتب التنفيذي بشكل عام، ونلخص بعض ما جاء مع الزميل فتح بلوس ان اهم ما جاء فيه ان الاستاذ حبيب حسين حبيب هو رئيس لجنة المسابقات الحالي واللي حيسير دفة الدوري الليبي ومسابقات الدوري الليبي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة. مشاهدينا الكرام، ملف الأول ملف كرة القدم الليبية
مع الدوري والمنتخب والاتحاد الليبي لكرة القدم نطووه، وبعد الفاصل القصير نفتح ملف مهم جدا، ملف ممثل كرة القدم الليبية الأهلي في المسابقة الأهم والأكبر على الصعيد القارة الأفريقية. جيم ليبيا ما زال مستمر معاكم مشاهدينا الكرام. يستعد ممثل الكرة الليبية الأهلي طرابلس لمواجهة مصرية من أجل التأهل إلى دور الثمانية من بطولة أفريقيا للأندية البطلة، عندما يحل الأحد المقبل ضيف على الزمالك المصري. مباراة بجميع المقاييس هي مباراة صعبة ومش سهلة، وأمام فريق عتيد له من البطولات الأفريقية اللي الكل يعرفها، عنده خبرات وعنده إمكانيات فردية وجماعية. نتيجته مع كابس يونايتد لا يمكن أن تكون هي الأساس اللي أنا ممكن أبني عليه طريقة وأسلوب اللعب اللي احنا هنواجهه بيه. احنا هنبني على أساس أن الزمالك في قمة حضوره وفي قمة قدراته ولاعبيه في أفضل حالة ممكنة. لن تغرنا الحالة اللي ظهر بها في كابس يونايتد، لأنه أدى مباراة قبلها بأيام قليلة أمام اتحاد العاصمة وكانت مباراة إلى حد كبير هي كانت جيدة بالرغم من التعادل السلبي اللي تم في الإسكندرية. اللي أقدر أقوله هو أنه لاعبينا والجهاز وجميع المسؤولين داخل النادي بيسخروا كل جهودهم للتركيز في هذه المباراة، وسنسعى بكل قوة لأننا نتأهل لدور الربع النهائي إن شاء الله بإذن الله. كل التقدير لجماهير النادي الأهلي التي صاحبت الفريق في رحلته الأخيرة في تونس أمام اتحاد العاصمة، وهي يعني أتصور أنها كما ذكرت أنها الأكثر عددا من حيث انتقال جماهير نادي إلى دولة أخرى لمؤازرة فريقها، وده إن دل على شيء فهو يدل على أصالة هذه الجماهير وحجم حبها وتقييمها لفرقتها ولاعبيها. إصابة الحمد لله، ولا من مباراة زيمبابوي ولولا الفريق الكبس صار لي شوية شد قوي وروحت خذيت راحة شوية، راحت العيد ومترجعت صار لي وجع ما قدرتش نلعب، كنت في آخر لحظات نبي نلعب لكن وقفوا فيها الطبيب ووقفوا فيها الطاقم الطبي وارتحت، وإن شاء الله نكون جاهز المباراة الجاية ونكون في الموعد إن شاء الله أنا وزملائي. نحب نشكر الجمهور الكبير اللي حضر معنا في مباراة اتحاد العاصمة، ما أنا بالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة باش نشوف جمهور بالعدد هذاك في ملعب خارج ليبيا، بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. الله غالب ما وفقناش الحظ باش ننتصروا رغم أن كنا أفضل من المنافس على كل الوجهات، أنا بدي ما وفقناش الحظ في ضربة جزاء، نوعدهم إن شاء الله باش نكونوا رجال في مصر وبقدرة ربي باش نجيبوا لهم الترشح من غادي، خطر حرام باش فريق كيما فريق أهلي طرابلس يخرج من الدور هذا، فريق كيما الفريق اللي عدنا يزمو يكون أقل حاجة في الربع النهائي، معنا نوعدهم إن شاء الله باش نجيبوا لهم الترشح، هذه أقل هدية الواحد ينجم يهديها لهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أخذنا نقطة من اتحاد العاصمة، مباراة كانت قوية ورتم عالي، زي ما تعرف احنا ما نلعبوش في دوري لكن الحمد لله بعزيمة الشباب واللعيبة وجمهورنا اللي سندنا في ملعب طيب المهيري، ضيعنا فرص لكن الحمد لله تعادلنا. نفكر تو في مباراة الزمالك، زي ما تعرف انه فريق كبير في الزمالك المصري ونلعب في ارضه بين جمهوره، ان شاء الله الاولاد حاطين العزم ان شاء الله ناخذوا الورقه الترشح من غادي ونفرحوا جمهور الاهلي بطرابلس العظيمه. شفنا بعض من لاعبي الأهلي طرابلس في استطلاع لرأيهم قبل التوجه في آخر حصة تدريبية في ملعب طرابلس وأمام جمهور كبير جدا حضر هذه الحصة، وطلعت يوسف قال يسعى بكل قوة للتأهل من أمام زمالك، ويعرف جيدا طلعت يوسف مواجهة زمالك وحجم فريق الزمالك. مويد اللافي قال جاهز للمباراة
الجاية وقال وقفوا فيها مباراة السابقة كان عنده نية يبي يلعب لكن وقفوا فيها بمصطلح قالها بأسلوبه وقفوا فيها المسؤول الطبي والإداري سامح الدربالي قال حرام فريق الأهلي طرابلس يخرج من هذا الدور وصحيح أن الأهلي طرابلس اللي قدمه رغم أن الفريق الوحيد في القارة يلعب المباراة الذهاب والإياب كل مباراة يلعب فيها خارج ملعبه كذلك أنيس السلتو ورقة التاهل قال سنعود بها من زمالك ونتمنى التوفيق لرفاق الآخرين لطلعت يوسف أو أبناء طلعت يوسف اللي يعودوا إن شاء الله يوم الأحد القادم من الإسكندرية بورقة التاهل وسعاد واستمرار في سعاد جمهور الليبي والشعب الليبي بشكل عام في ليبيا واللي محتاج للفرحة والبهجة في شوارع طرابلس وشوارع ليبيا بشكل عام. تقرير قصير بعد التقرير يوضح استعداد فريق آخر استعداد فريق الأهلي للحصة التدريبية اللي صدها لنا محمد الولوال واللي عدونا التقرير طبعا مازن رجوبة وبعد التقرير سيكون معنا مباشرة من طرابلس السيد أيمن حنيش عضو مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس والمسؤول الإعلامي بالنادي الأهلي. نشوفوا التقرير ونرجع. بعين تفخر بما أنجز وأخرى ترى من نقطة الزمالك بداية لا نهاية مسيرة مشرفة، فعيون الجماهير زاد سقف اكتفاؤها بما قدم حتى خامس الجولات أمام اتحاد العاصمة. المكان الإسكندرية تاريخ 9 من يوليو، الحدث موقعة حاسمة رائحتها ترشح وستزين اسم الخارجة بنقاطها بين الثمانية الكبار في أغلى بطولات الأندية الإفريقية. التنقل السابق للجماهير الأهلوية لملعب الطيب المهيري والذي فاق 6000 مشجع يعكس الكم الكبير من الثقة التي تفرزه مدرجات الفريق. في الجهة الأخرى ودع اللاعبون الجماهير بميران أخير بطرابلس منتصف الأسبوع مصرحين ببذل ما أوتي من جهد للإطاحة بهرم من أهرامات الكرة المصرية لأن أهل هذا العام غير الذي كان قبل أعوام، والترشح حق لفريق تدرج في كسب ثقة وإثبات النفس وسجل مبارياته في مجموعات هذا العام يبرهن على أحقية الأهل في التواجد في قادم الأدوار. الخسارة في الجزائر كانت قاعدة البناء والاقتراب من إحراج الزمالك كانت كالرتوش على شكل الفريق المتحسن والذي ضرب كبس ذهابا وإيابا إشارة لفتح المجموعة على كافة الاحتمالات. تعادل كالذي لم يرضى به الأهلي وجمهوره في لقاء اتحاد العاصمة سيكون ختم الدخول لثماني العمالقة وهو ما سافر من أجله طلعت يوسف وأبنائه قبل 5 أيام من موعد مباراة الترشح. اللافي تعافى وسلت استعاد حسه التهديفي وعيوب الخط الخلفي تم إخفاؤها في الجولة الماضية ليكون من حق الجماهير الأهلوية المطالبة بترشح أقرب إليهم من خصمهم على الرغم من أن المنافس يلعب على أرضه وبين جماهيره. نتمنى التوفيق لممثل كرة القدم الليبية في البطولة الأفريقية. معنا مباشرة من طرابلس السيد أيمن حنيش، رحبوا بك أيمن. السلام عليكم، بسم الله، تحية لك أخي علي وتحية لجميع الأهلاوية بصفة خاصة. طيب سيد أيمن، الجمهور الأهلي أطلق هاشتاج أهلي الأهلي بداية من مصر. نعم، شن يعني؟ أكيد جمهورنا يعني بعد المستوى
بفضل فريقنا اكيد يعني متفائل وعنده ثقه في لاعبينا ان يجيبوا الترشح من مصر يعني من ارض الزمالك مع ان الزمالك ما فيش حد ما يعرفش ان الزمالك فريق كبير يعني فريق يلعب على البطولات دائما البطولات الافريقيه لكن بس تعرف الشيء هذا يعني شيء ايجابي جدا انه يخليك يعني فريق ليبي والحمد لله حتى الزمالك لحد الان يعني الزمالك نقدر نقول لك يعني هي في الف حساب لمباراتنا معاهم خايفين ما عندهمش ثقه انهم اصلا هم يترشحوا كذلك يعني الشيء هذا شيء يفرح الجماهير الباقي بصفه خاصه والجماهير الليبيه بصفه عامه يعني فريقنا وصل لمرحله ممتازه لو نظرنا لاننا يعني لم نلعب حتى مباراه واحده في البطوله المحليه المتوسطه يعني فريقنا تسب احترام الجميع الاعلام العربي والافريقي منظر يعني بالمستوى اللي قدمه وما زال يقدمه فريق الاهلي واللي اخرج يعني فرق لها وزنها ولولا الحظ يعني لكان الاهلي مترشح قبل هذه الجوله ولكن ربنا ما ارادش الحمد لله اكيد الاهلاويه سعداء بمستوى الفريق والتطور الكبير والسريع اللي في الفريق بعد الخساره الاولى. هل الترشح سهل؟ اي اي من احناش؟ افضل تشريف نسال الله التوفيق يعني في اخر جوله ولولا قدر الله لولا قدر الله لم نترشح فاننا يعني بكل تاكيد سنخرج المرفوعيه الراس وسيكون جمهورنا مفتقد بطريقه بكل خير. طيب هل سيكون الترشح سهل من الاسكندريه؟ لا من بوش السهل هو اكثر من اللازم اخي علي يعني انت مهما كان الزمالك ما قدمش يعني مستويات كبيره في المباريات الماضيه يبقى هو الزمالك يعني يلعب على ارضه وبين جمهوره ما تنساش ان هذه الاداره فاصله وكذلك هو الزمالك يبدو جماهير يعني بعد الهجوم الكبير تعرضنا للاعبين والطاقم الفني يشوف المباراه هذه مباراه مصالحه يعني بين النادي وبين اللاعبين وبين جماهيره وحاطين يعني مباراه بالنسبه لهم حياه وموت يعني طيب حيحطوا فيها كل شيء يعني قوتهم وجماهيرهم ما مباراه احسن من المستاهل جمهور الاهلي يتابع سيد ايمن جمهور الاهلي يتابع فينا الان انا متاكد ويتابعوا في اخبار النادي الاهلي يبوا يطمنوا عليه حاله الصحيه لمؤيد اللافي وهل جاهز 100% لمباراه الزمالك وفي تصريح يوم الثلاث الماضي قال انا جاهز لا بالنسبه الحمد لله بالنسبه للشباب يعني بالنسبه لمؤيد اللافي الحمد لله يعتبر ارتاحات وباذن الله حيكون جاهز لمباراه الزمالك كذلك يعني سلامة يعني اللي خرج جاء شخص طبي في المباراة الأخيرة مباراة اتحاد العاصمة كذلك يعني جاهز مع الناس إصابات يعني اللي مشكوك موضوع مشاركته من عدمه هو سالم عبده يعني قاعد طاقم الطبي لحد الآن يديروا معاه في المجهودات يعني إن هم يأهلوا للمباراة لكن قاعد يعني مشاركته يعني قاعدة محل شك لحد الآن أما البقية فكلهم جاهزين الدبي من فيهم سنة كورس. إدارة نادي الأهلي نجحت في تسيير جسر جوي وبري لصفاقس ما سمعناش أخبار ناقل جمهور الأهلي للإسكندرية أيمن والله زي ما تعرف يعني المجلس الإدارة على رأس السيد رئيس النادي أصر للمباريات المباريات الماضية ننقل جمهورنا ما تعرف أوضاع الجمهور أوضاع المالية كذلك حاولنا حتى نساعد الماليين بخصوص المالية السفر يكون مجانا غير لتونس لكن بالنسبه لمصر انت تعرف يعني مشكله التاشيره تمنع موضوع تنقل الجماهير لكن هذا ما هوش عائق لان مصر يعني فيها جاليه ليبيه كبيره جدا لو ان احنا نحاولوا اقصى جهد ان احنا نوفروا على الاقل يعني تذاكر لربع الجمهور او نصف الجمهور اللي موجود في مصر يعني لان في مصر جاليه كبيره جدا الجاليه الاهلاويه يعني يعني تحت الهواء ايمن ان شاء الله يعني نوفروا لهم التذاكر قبل تحت الهواء سالني شخص في مصر وقال لي وين نلقى تذكره المباراه لجمهور الاهلي طبعا مخصص مباريات التذاكر المخصصه لجمهور الاهلي وين يلقاها في مصر؟ هو عموما يعني ابتدى البيع يعني من اليوم في نادي الزمالك وفي نادي سموحه كذلك في الاسكندريه البيع مش مقتصر على الجماهير المصريه فقط يعني حتى في الجماهير الليبيه بشكل شرط تذاكر لكن احنا عندنا جلسه يعني بعد قليل مع رئيس الوفد السيد عبد المجيد الكناشي مع رئيس النادي السيد مرتضى منصور بخصوص موضوع التذاكر الخاصه بنا يعني وباذن الله غدوه يعني صباحا طيب حنعلن هناك البيع بخصوص التذاكر طيب
سؤال مهم جدا سيد أيمن، أهلي طرابلس الموسم الحالي في البطولة الأفريقية مش زي الأهلي في المواسم السابقة، قدم مستوى وشرف كرة القدم الليبية بشكل عام، لا قدر الله ما كانتش النتيجة بنفس طموحات اللي تلبي طموحات الجمهور الأهلي، كيف الرسالة النادي الأهلي يقدمها للجمهور العريض والكبير في ليبيا؟ صعب اخي علي انك انت تسال اي حد اهلاوي حاليا او حتى ليبيا يعني. انك انت تسال يعني يقول لك مش راضي عن الفريق، بالعكس يعني جمهورنا كله راضي عن الفريق، الحمد لله يعني فريقنا رفع رؤوس الاهلاويه كلهم، رفع رؤوس الليبيين، احرج فرق كبيره زي ما قلت لك الاعلام العربي الافريقي كله يتكلم عن النادي الاهلي. مدى بينا نترشحوا، نتمنى نترشحوا، نجيب ورقه ترشح، لو لا قدر الله زي ما قلت لك حضرتك في مطلعين الراس نفتخر جدا بفريقنا. وزي ما شفت يعني انت سنتين خرجنا من الدور الاول من البطوله الافريقيه، السنه اللي بعدها تاهلنا الاتحاد الافريقي ودخلنا تدارك المجموعات، السنه هذه دخلنا المجموعات دوري الابطال، يعني لو تشوفها تدريجيه هي كل سنه افضل من سنه، وما زال باذن الله حتى العام القادم نطمح للافضل باذن الله. طيب سؤال اخير سيد ايمن، طلعت يوسف والمحترفين الموجودين حاليا في مع الاهلي هل مستمرين حتى الدوري في انطلاقته 15 اغسطس؟ اولا بالنسبه للشق الاول السيد طلعت يوسف، السيد طلعت يوسف مستمر معنا يعني في الدوري، مستمر لغايه عقده باذن الله، يعني اكيد حنجدد معه. موضوع المحترفين تم تشكيل لجنه قبل حوالي يعني ثلاثة أسابيع أو أسبوعين تقريبا، اللجنة هذه لجنة فنية تضم كل من السيد علي الأسود والسيد عياد الدابي والسيد عبد الخزان والسيد كمال إبراهيم والسيد أسامة الزاني. يعني اللجنة هذه مهمتها يعني يكون بالتعاون مع السيد طلعت يوسف، تشوف نواقص الفريق، تشوف اللاعبين اللي سيتم الاستغناء عليهم، تقييم المحترفين، جلسه ثانيه مختلفين يعني عرضهم على المدرب وعلى الاداره، واللجنه قاعده تخدم، وكذلك يعني التواصل دائم مع المدرب ومع الاداره، ويعني في الايام القليله القادمه حتشوف النتائج. طيب نشكرك سيد ايمن حنيش عضو مجلس اداره نادي الاهلي طرابلس على دائما معنا في اخبارنا اليوميه لقناه 218 الرياضيه وكل شغله، ونحييك على شغل مكتب الاعلام او المركز الاعلامي بنادي الاهلي، شغل احترافي من كل النواحي، من صور المقاطع الفيديو، توفر كل ما تتطلبه الوسائل الاعلام اللي تتابع في اخبار الرياضه الليبيه بشكل عام. مشاهدينا الكرام، ملف اهلي طرابلس مازال متواصل لكن بعد فاصل قصير. اهم شخص واهم رقم واهم شيء في الاهلي هو الجمهور اللي ينتقل معاه من كل مناطق ليبيا وكذلك خارج ليبيا، وشفناه في ملاعب الافريقيه وكذلك في ملاعب العربيه، وشفنا الكم الكبير جدا اللي تواجد في ملعب طيب المهيري الاسبوع الماضي لمسانده فريقه الاهلي. وزي ما قال محمد بركات معلق المباراه، قال اللاعب رقم واحد ومش اللاعب رقم 12، ويجب ان ويطالب اداره النادي الاهلي بتخصيص الرقم واحد لجمهور الاهلي وما نشوفوش في ملعب في سيره الاهلي في المباريات المقبله. جمهور الاهلي استطلاع بسيط جدا اجراه لنا محمد الولوال من مقر نادي الاهلي من جمهور الاهلي حول المباراه القادمه لامام زمالك المصري. عاقدين العزم ان رياضيين باذن الله يجيبوها، نبغوا نقولوا ان الافراط في الثقه مش كويس. فريق الزمالك مهما كان يعني فريق كبير، عنده طقوسه وعنده تقاليده في المباريات الافريقيه، نعرف ان فريق الزمالك الموسم السابق يعني لعب نهائي ابطال افريقيا ويعرف كيف يلعب مثل هذه المباريات. الاهلي اصبح معناه عنده خبره صراحه ويعرف كيف حتى هو يتعامل مع مثل هذه المباريات. احنا عندنا فرصتين، فرصه الفوز والتعادل. الاهلي باذن الله اذا كان ما فازش بيتعادل باذن الله. الله ان شاء الله يربح الاهلي ان شاء الله يا رب ان شاء الله، نتمنى من الله يربح الاهلي بس.
شكرا بارك الله فيك. والله ان شاء الله الاولاد يديروا اللي عليهم وان شاء الله التوفيق من عند الله، وباذن الله ان شاء الله ناخذ ورقه الترشح من اسكندريه ان شاء الله. والله الشباب بسم الله ما شاء الله الحق ما قصروش، لكن الحظ ما وفقناش ان احنا نربحه، وان شاء الله الجايه باذن الله نجيبها من مصر باذن الله. ان شاء الله الحظ يكون حليف للاعبي الاهلي في مباراه الزمالك، وزي ما كان اخر مشجعين نادي الاهلي ما كانش الحظ مع اللاعبين في مباراه اتحاد العاصمه في الطيب الميري، خاصه في الشوط الاول، وكذلك ركله الجزاء، وهلبة حاجات هلبة فرص كانت يكون الاهلي طرابلس الان ضمن تاهله من طيب المهيري. لكن مباراة الزمالك مباراة مهمة، يجب التركيز، اولا التركيز على ان المباراة مهمة ما هيش مباراة سهلة، واللاعبين يجب ان هم يركزوا ان المباراة يلعبوا على الفوز زي ما لعبوا واستعدادهم النفسي قبل كل شيء لمباراة، زي ما لعبوا واستعدوا نفسيا لمباراة اتحاد العاصمة، يجب ان هم يستعدوا نفسيا ان المباراة يلعبوا للفوز مش للتعادل، يرجعوا بثلاث نقاط اهم من نقطة، ولأن المباراة صعبة، ونعرف أن مباراة لفريق مصري وفي أرضه، وكل العوامل حوالي عوامل 90% ترجح كفة الإدارية، نعرف أن الإداريين بين قوسين، وحتى تخوف كبير جدا من اللعب تحت الطاولة وإقصاء الأهلي بطريقة غير شرعية. نتمنى لا يحدث هذا، نتمنى أن تكون المباراة على الملعب وعلى المستطيل الأخضر، ويكون أبناء طلعت يوسف في الموعد مع العودة بتتويج التأهل، وتأهل مهم جدا يفرح ويسعد الجماهير الليبية بشكل عام. مسيرة الأهلي في البطولة الأفريقية للموسم الحالي نشوفها في عام القصير التالي. نتمنى أن تستمر مسيرة الأهلي في البطولة الأفريقية، وأن يشرف الرياضة الليبية وكرة القدم الليبية بشكل عام. مشاهدينا الكرام، وصلنا لآخر حلقة الليلة اللي كانت معنا مجموعة من الأخبار الحصرية، سواء كانت على صعيد الاتحاد الليبي لكرة القدم والتكليفات الجديدة، أهمها حسين حبيب النائب الثاني لرئيس لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم، كذلك موعد إقامة الدوري هو 15/8، أكد الاتحاد الليبي أن موعد انطلاق الدوري الممتاز 15 أغسطس المقبل، شهر وشوية مازال على انطلاق الدوري، كذلك أن الاتحاد الليبي منح ثقته الكاملة للمدرب الليبي جلال الدامجة، ونفي نفيا قاطعا أي
تواصل مع حسام حسن، وأعتقد أن الإعلام المصري سوق في مدربين كويس بالطريقة هذه. الاتحاد الليبي عنده استحقاقات مقبلة، سواء كانت على الصعيد المسابقات المحلية أو على صعيد المشاركات الخارجية، سواء كانت المنتخب الأول أو المنتخبات الأخرى. نتمنى الحكومات الليبية تدعم الرياضة الليبية، واللي نعرف أهمية الرياضة لمساعدة في الوضع الليبي الحالي والوضع الاستثنائي في ليبيا. الرياضة شفنا دوريات رمضان كانت خير دليل على أن الشباب كلها كيف تضامنت وكيف تكاتفت مع بعضها في أزقتها، وكيف مشاهدتها الكثيفة في كل مناطق ليبيا. أهلي طرابلس، ملف الأهلي طرابلس، وكان معنا عضو مجلس إدارة نادي الأهلي أيمن حنيش اللي دائما معنا في تواصل معنا في إخبار نادي الأهلي. كان إن قال إن مؤيد اللافي جاهز، علي سلامة جاهز، الشكوك فقط في سالم معبلو عاد مشاركته، كل اللاعبين جاهزين لمباراة الزمالك. طلعت يوسف قال نسعى بكل قوة للتأهل. كذلك مؤيد اللافي في تصريح خاص للقناة قال جاهز للمباراة الجاية. سامح الدربالي قال حرام فريق الأهلي طرابلس يخرج من هذا الدور، ونعدكم إن احنا، هذا حسام الدربالي، نعود لكم بتأهل. وكأن إحساس سامح الدربالي إن إحساسه كبير جدا لتأهل والعودة بتأهل، ورقة التأهل من الإسكندرية لحد المقبل. هيك وصلنا لنقطة النهاية، نهاية حلقة الليلة مشاهدي الكرام. نتمنى إن الأهلي يحقق نتيجة إيجابية ويحقق الفوز ويعود لنا بتأهل ويسعدنا ويسعد ليبيين بشكل عام. تصبحوا على خير.